يعطيكم ألف عافية طلابي المميزين وأولياء الأمور الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم أنا عن جديد مس أمل أبو مرجوب، اليوم إن شاء الله حامل معاكم ريفيجن لمادة امتحان الشهر الأول وتحضير الأبناء لحتى يكونوا جاهزين لامتحان الشهر الأول. First of all، إحنا لازم نمسك الكتاب، كتاب الفصل الثاني المفروض يبدأ من بين يونت 7 لغاية يونت 8، whatever شو التيتشر تبعت المادة في المدرسة، شو مبلشة أنا بتماشى مع الوضع، لكن إحنا فعلياً حسب الوزارة المادة تبدأ فعلياً من يونت 8، فبالتالي أنا بحاول أتماشى أول خطوة بتماشى فيها مع التيتشر تاعت المدرسة، من حيث إني أنا أكسب ابني أو بنتي المعلومة، بلس إني أنا إيش أكسبه غير العلامات أكسبه المنهج او المحتوى او الماده. فهاي النقطه كثير ضروري ان نحطها براسنا، انه انا قد ما اقدر اكسبه من المعلومات بالاضافه اني انا كمان اكسبه العلامات. هلا رح احكي انا معاكم من محورين، المحور الاول بدي احكي معك كولي امر، والمحور الثاني بدي احكي معك كطالب. هلا اولياء الامور الكرام، احنا بنعرف انه طالب الصف الرابع أغلبية الطلاب، نحكي خلينا ما بدي أشمل ولا بدي أعمم 100%، ولكن بنسبة 85% من الطلاب يعتمدوا على ولي الأمر، 15% الأقل منهم من هو يعتمد فيه على نفسه. الطريقة كالتالي، أنا كولي أمر ملزم أني أمسك الكتاب بيج بيج، بمسك الكتاب يونت باي يونت. أول خطوة بعملها رح يكون في عندي ديالوج. أنا للأسف unfortunately الكتاب الآن مش معروض وراي، لكن بيهمني المعلومات اللي بحكيها كتير تسمعوني فيها وكتير تركزوا معي فيها، لأنه كمان إضافة إلى أنه كل تيتشر بتحدد محتوى مادة امتحانها بما يعود إلها شو هي شرحت في المادة، فهذا لحق المعلم، ما إلي في علاقة في المحتوى اللي بده يقدمه المعلم، لكن أنا بدي أحاول أشمل جميع الطلاب مهما كان الكم اللي داخل معك بالامتحان، مهما كانت الحجم اللي داخل معك بالكتاب، إنك أنت تكون عامل كفرج عليهم كلهم. هلا أول شيء أنا مثلا دخل معي يونت 7 و 8 و 9 و 10 على سبيل المثال، أو يونت 8 و 9 و 10 و 11 و 12 على سبيل المثال، تمام؟ أجي أهيئ ابني إنه أنا أطلعه من الشهر الأول كامل جاهز لامتحان الفاينل، حتى لو رجع عاد المادة هاي بالفاينل تكون أموره 100%. كل وحدة من الوحد رح تحتوي على مجموعة من الفقرات وعلى مجموعة من القواعد والرولز واللغويات. كيف بتعامل مع الطالب؟ بتعامل مع الطالب كالتالي، بمسك يونت 7 على سبيل المثال كان فيها فوكس اون على ايام الاسبوع، بمشي معه بايام الاسبوع، احفظ اياهم لفظ، احفظ اياهم كتابه، احفظ اياهم معاني، بلس باجي بمسك الفقره وبمشي معه ستيب باي ستيب، بشرح له الفقره بحفظ المعاني، من ثم باجي بكتب له اسئله خارجيه. هاي البوينت اكيد انتم رح تستوقفوني عندها، يا مس طب انا مو شاطره بالانجليزي، انا كولي امر ما بعرف كيف احط اسئله بالانجليزي. لوك آلية وضع الأسئلة، ممكن تفتحوا على النت وتطولوا أسئلة شو ما بدكم، رح تلاقوا على الإنترنت أي فقرة رح تلاقوا عليها أسئلة، فبالتالي الطالب هيك بيكون مارس رايح الفقرة، مارس جزء أو مهارة اللي هي find out استخراج الإجابة من الفقرة، فبيكون بالنسبة له الوضع بالامتحان أسهل، الوضع بالامتحان بيكون له أفضل وأسلس وأسهل كمان، فبالتالي أنا بكون حضرت ابني وكسبت 2-in-1، كسبته معلومة بالضبط كمان إني كسبته علامة بالامتحان، فأنا فعلياً شو عملت؟ 2-in-1، 2 steps بوحدة بحركة واحدة، إني أنا أعطيته علامة بلس إني أنا أعطيته منهاج ومحتوى ومادة. طيب لو نيجي بدنا نفوت بشوية ديتيلز، كيف بدي أدرس ابني القواعد؟ أنصحكم نصيحة لوجه الله، القواعد كما عرضت في الكتاب بحاول ألتزم فيها. شرح أي قاعدة بالعالم، لو أنت مثلا في عندك ضعف حتلاقي شرح القواعد موجود أكيد في آخر الكتاب أو بنهاية كل قاعدة، وممكن كمان التيتشر تكون معطيته ورقة عمل تخفف عنه، ولكن في حال إنكم أنتم ما لقيتوا بتقدروا تستعينوا بالإنترنت، تقدروا تستعينوا في المدرسة الإلكترونية يا مس، تمام؟ لحتى تقدر تطول شرح أي قاعدة، تمام؟ بتطول القاعدة بتشوف شو المحتوى أو شو المستوى لصف رابع المطلوب منه. مثلا أنا هون عرضت معي قاعدة الباست سمبل، والله مطلوبة معي بهدول الأربع وحد على سبيل المثال، مرة بالجملة المثبتة، مرة بالفعل المنتظم، مرة بالفعل الغير منتظم، اتسترا إلى آخره. فعليا بحاول أطول تمارين للطالب على القاعدة فقط المطلوب، الجزء البارت المطلوب معه. طيب خلصت القواعد شو بعمل؟ أنا ستيب باي ستيب ماشية، درس الولد وحدة بوحدة. إذا أنا عودت ابني إني أنا أمسك الكتاب وحدة بوحدة، هو حيفوت على الامتحان يدرس أو يحل أسئلة الامتحان سؤال سؤال.
بالامتحان أعود يا ماما والله إذا فهم السؤال هي نصف الإجابة، فهم السؤال هي نصف الإجابة، فبالتالي اللي بعلمه للطالب كالتالي: والله يا ماما مسكت الفقرة بتقرأها، بدك تتمعن فيها النظر، تعتبر حالك لأول مرة عم تقرأها، بتحل الأسئلة، بتشوف، بتحدد هل السؤال yes no question ولا هل السؤال wh word question. خليني أحكي بهاي النقطة yes no question وال wh word question. look هلا بالنسبة لأسئلة الفقرة عشان نكون بالصورة، تمام؟ questions تنقسم عندي إلى قسمين، قد يكون في عندي yes no question، سؤال جوابه yes أو no، وقد يكون في عندي سؤال جوابه هو من أسئلة WH word question وجوابه شيء بشكل عام. شو الفرق ما بينهم؟ عود الطالب إذا يا ماما شفت بالامتحان أي سؤال لم يبدأ بإحدى أدوات الـ WH word اللي هم what، where، when، who، هدول أهم الأشياء اللي ممكن يستخدمهم، which وهاو، هدول يا ماما إذا ما شفت السؤال بلش فيهم اعرف إنه جوابك بده يكون إما yes إما no، مش رح يكون كلمة. إذا السؤال بلش عندك يا ماما بإحدى هدول الـ WH word معناته جوابك كلمة. كيف يعني كلمة؟ يعني إذا سألتك what بده يكون الجواب شيء بشكل عام، إذا سألتك where بده يكون الجواب مكان، إذا سألتك وين بده يكون الجواب زمان، إذا سألتك هو wait a minute أنا هون خربطت بشغلة، إذا سألتك هو بده يكون الجواب من، اسم شخص، إذا سألتك which بده يكون الجواب خيار، إذا سألتك how بده يكون جواب حال. ليه؟ لأنه هاي معناها كيف، which معناها أي، what معناها ماذا، والوير معناها أين، والوين معناها متى، والهو معناها من. فعلياً أسستم الطالب على هذا السيستم. طيب بدي أحكي بوينت كمان آخر، لو أنا جيت تعاملت مع ابني بالامتحان اكتشفت والله إنه عنده مشكلة أو بيعاني مشكلة إنه هو مو قادر يعرف كيف جواب السؤال، أول شيء أعوده على بوينت معين، هاي أول نقطة إنه يقدر يعالج فيها أو يحل فيها أسئلة الفقرة. الـ yes no question اللي هو أي سؤال لم يبدأ بإحدى أدوات الـ WH word فيكون جوابه إما yes ضمير الفاعل فعل مساعد أو no ضمير الفاعل فعل مساعد والنوت، تمام؟ طيب في بوينت دي أحكيها، لو أنا مثلا اكتشفت إنه ابني مو عارف يحل الفقرة، هل أنا أخلي ابني أحبطه وأخليه يروح يجيب صفر في الامتحان أقول له أنت مش عارف تحل أسئلة الفقرة، ولا أحاول أكسب ولو إن شاء الله 40% من الإجابة جابها وأكسبه علامات؟ طبعاً إني أكسبه علامات، ومن هون ببلش أشتغل عليه للشهر الثاني، بصير يونت بيونت أدرسه بستدرك. هلأ الشخص اللي كان مواظب من أول الفصل يمكن ما يلاقي صعوبة، لكن الشخص أو الأم اللي كانت مثلاً ما بدنا نحكي كان عندها ظروف على سبيل المثال وللأسف إنها عملت نيجليكيت للولد، شوي صار في عنده يعني مس أندرستاندينج لبعض الأمور، كيف أنا هلأ آلية وهلأ أنا داخل على امتحان، كيف آلية الإنقاذ؟ آلية الإنقاذ إني أعمل فوكس على المعلومات الرئيسية اللي ممكن تكسبه علامات، بلس إني أحاول أمسك الإشي من النص، إنه هون مربط الفرس، أجي أحكي لابني هون مربط الفرس، تمام؟ ففعليا أشتغل معه بهذا الأساس. أوكي طيب جيت خلصت الفقرة، أكيد من أسئلة الفقرة المسرح تجيب له سؤال true false، true أعوده والله يا ماما true معناها الصح والfalse معناها غلط، تمام؟ بلس إنه أعوده كمان سؤال choose the suitable answer، سؤال choose the suitable answer اللي هو والله يا ماما the suitable answer اختر الإجابة الصحيحة، فوالله يا ماما أنت هون بدك تحط ويرة على الجواب، أعوده على طبيعة السؤال. طيب خلصت هذه الأجزاء، خلصتها وحكيت فيها، شو باجي بعمل بالبوينت اللي وراها؟ باجي بعطي الطالب مجاله، بعطيه مثلا في عندي أربع يونتات، في عندي أربع قطع مثلا، ممكن التيتشر على الأغلب التيتشرز بيحددوا فقرات معينة للطالب إنه يدخلها بالامتحان، باجي بلتزم فيها بحط له عليها أسئلة عشان إيش؟ عشان هو بالامتحان يصير عنده الموضوع فاميليار، موضوع مألوف لإله، تمام؟
حلو الكلام لهون. اوكي خلصت هاي البوينت، جيت بلشت بسكشن القواعد. سكشن القواعد التيتشر رح تكون ملتزمه معه، خصوصي انه هو بصف رابع لسه، حتكون ملتزمه معه بنظام الكتاب. قد ما بقدر احط اسئله بتشبه اسئله الكتاب قد ما انا فدت الطالب، ففعليا هو هون بوصل لمرحله التوب ان شاء الله، وانا ما بكون قلقه عليه. حيكون في امور لغويه زي مثلا كصف رابع مطلوب منه يعبر الساعة، مطلوب منه يحكي أيام الأسبوع، مطلوب منه يحكي الكالرز على سبيل المثال، مطلوب منه يحكي النمبرز الأرقام، whatever شو ما كانت الأشياء اللغوية أحاول إني أتماشى معه بنفس الأسلوب اللي التيتشر تبعته استخدمته، تمام؟ زائد أنا أركز أعمل فوكس أنا على إيش؟ أكسب ابني علامات وأكسب ابني معلومات، مش بس أكسبه العلامات، مش أنا هدفي والله يجاوب بدون ما يكون فاهم، نو أنا بدي جاوب وبدي يكون عن فهم ما أحفظ. بالنسبة لسكشن المعاني، كيف سكشن المعاني ممكن أتعامل معه؟ ممكن أجي أربطها للطالب بأشياء من حياتنا اليومية، والله على سبيل المثال أجي أحكي له مثلا بدي أحفظه معنى، أي معنى بالحياة مش خاطر ببالي إشي، عندك مثلا إنك تحفظيه إنه معنى الجلاسز اللي هي النظارات. طيب بروح اجيب للولد نظارات اعمل له سيتويشن اللي هو دماغه يقدر يربط انه معنى كلمه جلاسز اللي هي نظارات. اغلب المعاني تيتشرز بصف رابع مطلوب منهم انه يعطي صوره للطالب ويعطي المعنى، فبالطالب بالتالي الطالب مطلوب منه يعمل ماتشنج ما بين الصوره والمعنى، فهيك بصف الطالب اموره 100% وجاهزه ايضا، تمام. ننتقل للسكشن الاهم اللي هو سكشن الامتحان. انا اجيت مسكت الامتحان، عم بحاول اخاطبكم بصيغه ولي امر لاني انا مقتنعه تماما بانه طالب الصف الرابع لسه ما زال بحاجه الى ولي امره يساعده في الامتحان، ما زال بحاجه، تمام. ان شاء الله انكم تكونوا قاعدين عم تستفيدوا مني، واذا كنتوا يا طلاب رابع عم تحضروا بهذا اللايف بدي منكم يا مس تكونوا كتير مركزين مع ماما، اي شيء انا ما بعرفه اسال الماما عنه، ما اروح الامتحان مو فاهم، اكسب معلومه قبل ان اكسب علامه، يكون براسي انه انا جاي اكسب المعلومه قبل اني اكسب العلامه. ليش؟ لانه انا بصف خامس وسادس وسابع معلومات عندي تراكميه، فبالتالي انا شو لازم اكون نتبع بوينت باي بوينت، اطلع الدرج نتفه نتفه. عمرك كنت بدايه الدرج من تحت وفجاه طلعت لفوق؟ نو واي، بطلع الدرج حبه حبه، ادرس بترتيب، اجاوب اسئله الامتحان ايضا بترتيب. طيب نيجي يا مثل عند هذا الامتحان، مثلا انا هون معطيتك فقره read the following text carefully and then answer the following question. جيت انا اعطيتك هاي الفقره، حاطه للطالب صوره عشان اسهل عليه، حطيت له نص من الكتاب، اعود الطالب ماما وين ما شفت read the following question او read the following text carefully and then answer the following question انه هذا السؤال معناه اقرا الفقره جيدا ثم اجب عن الاسئله التي تليها. اكون فهم الطالب يا ماما بالامتحان المس مستحيل 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 يا رابع، المس تيجي تجيب لك بالامتحان سؤال مش موجود بالفقرة، أنا حلقة الوصل ما بيني وبينك، أنا معلمة وأنت طالب، من وين جبت السؤال؟ أنا جبته من الفقرة، أنت من وين بدك تجيب السؤال الإجابة؟ أيضاً بدك تجيبها من الفقرة، أنا من الفقرة وأنت من الفقرة، في لف، أنا وياك بنعمل لف، بمسك إيدك بتمسك إيدي وبنعمل لف وبنطلع إجابة السؤال، فبنعمل كونتنت كتير حلو، تمام؟ مثلاً شفت الفقرة، رابع تعود بس أمسك ورقة الامتحان يا مس كأني بقرأ أول مرة الفقرة ولا كأني عمري قارئها، أكيد بتذكر معلومات بس ولا كأني عمري قارئها، بقرأها بالنتفة. My favorite museum is the children's museum. It's in الحسين National Park in عمان. It's the biggest children's museum in the Middle East. There is a library, a theater, a restaurant and a shop. My favorite room is a planetarium. Come and fun. طيب باجي أنا هون طبعاً أنا على ثقة تامة إنه معلمة الصف الرابع أكيد يا مس بتقرأ لك الأسئلة وبتكون لطيفة معك لأنك أنت لساتك يعني تعتبر زغنوط، فإحنا بالتالي بدي أساعدك قد ما تقدر إنك أنت تتطور وقد ما إنك تقدر تطور حالك، فأنا بالتالي رح أساعدك بقراءة الأسئلة، بس أنت ما بصير تعتمد علي اعتماد كامل، تمام؟ أنت بالتالي لازم يكون في عندك المجال والفسحة انك انت تجاوب الاسئله لحالك. لو المس كانت يوم الامتحان مريضه وفيش غيرها معلمه انجلش في المدرسه، شو بدك تسوي؟ بدك تضطر انك تقرا الاسئله لحالك وتجاوب، فانا بالتالي احاول انسى انه معلمتي موجوده، اقرا بس بنادي المعلمه في حال اذا انا احتجتها او مثلا مش فاهم السؤال. كيف بحل اسئله الامتحان؟ Where is the children's museum؟ شوف رابع، بتمسك السؤال بتقول في عندي هنا
وير الماما قالت لي والمس قالت لي انه اذا بدا السؤال باحدى ادوات الدبليو اتش وورد معناته ايش؟ معناته الجواب كلمه. وير تحتاج مكان، بدور وين موقع تشيلدرنز ميوزيوم من الفقره. انا هعطيكم الاجابه بس هذا الامتحان بدي اياكم تحلوه واحكي لكم كيف تتعاملوا معه فقط. اثنين، وير كان يو ريد بوكس ان ذا ميوزيوم، بدور بالفقره. وير كان اي ريد بوكس in the museum، وين بقدر اقرا الكتب بالميوزيوم، انا كاتبه بالفقره وين. اذا انت بتكون فاهم الفقره بالبيت حتفهم السؤال بالامتحان وحتعرف تجاوب. ثلاثه، وير كان يو ليرن اباوت ذا بلانيت اند ذا ستارز، وين تقدر تتعلم عن البلانيت والستارز، بدك تحكي لي. اربعه، وير كان يو باي فود، وين من وين تقدر تشتري الفود. خمسه، have you ever visited the children's museum، هل بتقدر تزور ال children's museum، تقدر تزور متحف الأطفال. هذا جوابه مثلا رح يكون yes I have أو no I haven't. ليش؟ لأنه المس هون ما بلشت لي في الـ WH word، والمس أمل قالت لي إذا السؤال لم يبدأ بإحدى أدوات الـ WH word معناته جوابي yes. ضمير الفاعل أنا بسألوني إلي فبجاوب yes I، الفعل المساعد have أو no I haven't. تمام شباب؟ تمام صبايا؟ باجي على السؤال اللي وراه. هون المس خلصت الفقرة، إجا السؤال الثاني وهذا الشيء المعتاد. أول سؤال حتلاقيه فقرة وعليها أسئلة، والسؤال الثاني حتلاقيه choose the suitable item to complete of the following sentences. حط لك كلمات fountain، أنت لازم تكون حافظ شو يعني fountain بالعربي، أكيد أنت شطور وبتعرفها. river، forest، stadium، وستيج. حط لك صور وبلس إني حط لك sentences. أنت شو بيصفي عليك؟ بدك تملي الفراغ حسب الجملة. I can swim in the، بشو بقدر أسبح؟ بدك تقولي من هدول الكلمات شو الإشي اللي بتقدر تسبح فيه. طيب in the past there wasn't a فراغ، إيش الإشي اللي ما كان موجود؟ بدك تخبرني. ثلاثة، there is a فراغ in the children's museum، شو كان موجود بالchildren's museum. أربعة، wild animals live in فراغ، وين الوايلد أنيمالز بتعيش؟ خمسة، there was a big فراغ، شو الإشي اللي كان أنا شايفه في الصورة؟ أنا مسهلة عليك العملية، إذا بتكون حافظ شو يعني fountain، حافظ هدول بالعربي الكلمات، فبالتالي أنت بتقدر هيك تحط الكلمة حتى لو ما قرأت الجملة بناءً على الصورة. فضروري أنا يا مس ما بطلع الامتحان إلا وأنا حافظ المعاني. رابع، do you promise me؟ ضروري إنكم تخبروني توعدوني إنكم أنتوا حتحفظوا، تمام؟ ننتقل للسؤال اللي وراه. choose the suitable answer to from those given to complete each sentences، لحتى تكمل لي الإجابات. هون أحط لك اختار الإجابة الصحيحة. on the evening، بالمساء، بقول I فراغ at school، بحكي I am at school، أنا بكون بالمدرسة، ولا I was at school، كنت بالمدرسة، ولا I wasn't at school، بختار حسب. تمام؟ اثنين، أجي أقول لك there students فراغ here in the past، في الماضي. طب كلمة in the past بأي قاعدة بتذكرك؟ بتذكرك بالباست سمبل اللي هي الفعل تبعها there to، معناته أنا بس أقول بطلع هون بحكي the restaurants was ولا are ولا aren't here in the past، هم ما كانوا زمان موجودين هنا. wait a minute here is a mistake، wait in the past miss here hi weren't I'm sorry، هذا الخيار weren't وليس aren't I'm sorry. تمام؟ the Roman theater فراغ here in the past. Roman theater شو بحكي له؟ is ولا was ولا are؟ بلقي نظرة على كل الخيارات أكيد، بس أكون أنا دارس القواعد كن عارف على إيش عامل فوكس. تمام؟ طيب سامي سوري is فراغ سمير. تمام؟ في عندي تول، في عندي تولر ذان، في عندي تولس. طب أنا المس أمل قالت لي لما بتقارن بين مفرد ومفرد يا رابع تستخدم قاعدة الكومباراتيف اللي هي صفة تنتهي بإي آر وبعدين الذان، صح؟ وإذا بقارن بين مفرد وجمع معناته بستخدم ذا الصفة إي أس تي، صحيح؟ فبنتبه لهذا الموضوع. جوبيتير إز ذا فراغ، طلع هون استخدمت كلمة ذا. ذا شو بتحب وراها؟ بيج ولا بيجر ذان ولا ذا بيجست؟ المس قالت لي دائما الذا مين بترافقها؟ ال اي اس تي، فضروري انا احفظها، هيك حفظوها للاولاد. مفرد ومفرد صفه اي ار ذان، مفرد وجمع صفه ذا الصفه اي اس تي. تمام؟ ذا تولست، تولر ذان،
The tallest. فضروري أكون أنا مسلط الضوء على هذا الشيء. نيجي على آخر بارت من الامتحان. Read and circle yes أو no. حط لي دويرة على yes أو no. عمان was called Philadelphia in the past. عمان كان سموها فيلادلفيا. هاي صحيحة أو خاطئة؟ 2. The sun is the planet. الشمس تعتبر كوكب. صح أو خطأ؟ 3. جرش is the biggest city in Jordan. جرش تعتبر أكبر مدينة بالأردن. هل هاي المعلومة صحيحة أو خاطئة؟ هذا طول ما أنا دارس الفقرات طول ما أنا عارف أجاوبه. طيب سؤال 5. Answer the following question. أجب عن الأسئلة الآتية حسب أنت. Where do you live؟ بدك تخبرني رابع. Where do you live؟ استخدام قاعدة present simple تتكون من فاعل وراها بدك تبلش اللي هو I وراها بدك تستخدم ال verb one فعل مجرد اللي هو live حسب ما هو موجود عندك بالسؤال in وتذكر لي اسم المكان اللي بتعيش فيه. Which is the fastest animal؟ بدك تحكي لي أي واحد يعتبر أسرع حيوان بتقولي the fastest animal أسرع حيوان is وبتذكر اسم الحيوان الأسرع مين هو أسرع حيوان بدك تذكر لي إياه. طيب هنا بدك تنسخ لي copy please يعني انسخ in the past there were big forest in Jordan بدك تنسخه هون على 4 مرات بخط جميل ونيت ومرتب تمام؟ هيك يا رابع احنا بنكون ان شاء الله ما تركنا ولا اشي من المادة بلس انه انا رحت على امتحان وبدعت كسبت معلومات بنفس الوقت كسبت علامات وهيك انا بصير لو المس دخلت اياه بالفاينل هادول اليونتس انا بكون جاهز فان شاء الله كل التوفيق اقرأ سورة الفاتحة قبل ما تبلش بالامتحان ما بدي احكي لكم سورة اكبر خلينا نبلش بسورة الفاتحة نحكي يا ربي منك التوفيق اسأل الله التوفيق إلكم ولا أولياء أموركم وإن شاء الله أموركم بتكون 100 100 and this is what I have for today's class كنت معاكم أنا أمل أبو مرجوم على منصة جو أكاديمي استنوني بكل ما هو أجمل إن شاء الله لاحقا دمتم بخير وبأمان الله يعطيكم العافية.